خالتي النهارده هنعمل جيلاتي في البيت. بص يا خالتي، هتجيبي كيلو لربع فراوله بس مجمده، وتقومي حطاها في قلب الكبه او خلاط. خلاطك متين؟ اوكي. كبتك متينه؟ اوكي. انا عملته في البيت بس خلاطي لا يصلح حد يشوفه. وكوبايه كريم شانتي، وتحطيها وتضربي يا حبيبتي كده بالراحه كده، تضربي تضربي تضربي. ربع كوب ماء، ربع كوب ماء، تمام؟ بس الماء مش سخن، الماء ساقع، ماشي؟ وتضربي تضربي تضربي تضربي، وبعد كده تقلبي 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 عشان خاطر الخليط كده ايه يتماسك كده مع بعض. بعد كده ايه، 3 معالق سكر. انا لما عملته حطيت 3 معالق سكر حسب الرغبه بقى، عايز تحطي الكيس كله حطيه، بس سكر بودره، ماشي يا خالتي؟ وبعد كده يا خالتي تقومي جايبه بوله، وتقومي حاطه الخليط ده كله فيها، تحطيه في الفريزر، وتطلعي بقى وبالهنا والشفا يا خالتي، وادعي لي يا خالتي.